عليكم البنات، اليوم جيت نقدم معكم كيكه عاديه تحت طلب المشاهدين ديولي. يعني كبغاو كيكه عاديه لانها ما كتنجحش معهم بالتفصيل المبسط. المهم في هذه الكيكه كنحتاجو هنايا جوج بيضات، كاس سنيده، كاس الزيت، كاس الحليب، ثلاثه الكيسان ديال الطحين، كيبقى الطحين على حسب الخليط، جوج خمارات، عندي هنايا قبيصه الملح، عندي هنايا معلقه صغيره ديال بودره الليمون. بودره الليمون كنصوبو انا في الدار، وعندي معلقه القرفه. انا يا نسمت بهذا بودر الليمون وبهذه القرفه. ممكن انك تستغني على هذا بودر الليمون وتستعملي معلقه القرفه، ممكن تستغني عليهم بجوج وديري تحكي قشره الحامض او ديري فانيا. انا حيت عندي هاد بودره الليمون قلت نديرو هو حيت كيعجبني في الكيكه. وهنايا عندي العسل للتزيين، هو والكاوكاو تزيين، كيبقى على حسب رغبه اي واحد وعلى حسب شنو عندك في الدار. تقدري ديري لا فيغميسيل، تقدري ديري الكوك، تقدري تدهني بالناباج، تقدري تدهني بالكوفيتير، انتي حسب الرغبه ديالك. ولدي حتى هو بغى يشارك معكم. دونك نبداو على بركه الله. عندي هنايا جوج بيضات، جوج بيضات كتديريهم مع قبيصه الملح، كتخلطيهم واحد كتضيفي لهم سنيده، باش يبان معاكم مزيان ضيفي لهم سنيده. كديري كاس الزيت، كاس الحليب. البنات تقدروا ديروا كاس الماء الا ما عندكمش الحليب، تقدروا ديروا كاس الدانون الا ما عندكمش دانون، ما عندكمش الحليب تقدروا ديروا كاس الماء. انا بعد مرات كنستعمل كاس الماء. كديري هاد المعلقه ديال بودر الليمون وكديري معلقه القرفه، كيتجانسو جميع العناصر. كديري هنايا كاس الطحين، ما كديريش الطحين في الطرا حتى كتشوفي واش كتحتاجي ولا لا. الاخير كتضيفي هاد جوج خمارات، نزيدو واحد شويه. هانتوما استعملت جوج كيس، استعملت جوج كيسان ونص. كناخذو المول ديالنا اللي حنايا دهناه من قبل بالزبده وشويه الطحين. كناخذو السر من اسرار الكيك هو انك خاصك تهزي فاش طحنتي هاد الكيك، فاش خلطتي عفوا هاد الكيك، كتهزيه الفوق، كتخويه عالي. هذا السر من اسرار الكيك ديالنا، باش كيجي معاك طالع وخفيف.
هالكيك ديالنا بعد ما كيكون الفران سخن معنا، كتخشيها في الفران على حرارة 180 درجة. بالنسبة اللي عندها الفران العادي كتشعل الفران من التحت عافية مهيلة، كتطلع معكم عاد كتشعلوا على من الفوق وكتحمروها. اما بالنسبه للفران ديال الضو كديريه على 180 درجه. انا عندي فران ديال الضو غنديرها على 180 درجه، نشعل عليها لتحت حتى طيب معايا، عاد نشعل عليها من الفوق ونحمرها، ومن طيب ان شاء الله غادي نقدمها معكم في الشكل النهائي ديالها. والتزيين طبيعه الحال غنديرو قدامكم، نحطوها في الفران ونرجع معكم. الكيكه ديالنا بعد ما وجدات انا دهنتها بالعسل، غادي ندير منها فوق شويه الكاوكاو. عرفتوا جات الريحه ديالها كتشهي، جات زوينه وجات طالعه من فوقها خفيفه. كيجي معنا قلت الكاوكاو زوين. وكان هذا هو الشكل النهائي ديالنا. كان هذا هو الشكل النهائي ديالنا، ها هي الكيكه. شاي طالعه من الجناب، ما جاتش كاع مفشوشه، كلها طالعه. نتمنى البنات تكون وصفه اليوم نالت الاعجاب ديالكم، واللي ما مشاركش معنا يشارك بتفعيل الجرس وجيم وابوني، وانتظرونا في وصفه جديده ان شاء الله ومع فيديو جديد.